كي نحطو الطفل الصغير تاع الدار نحطوه ومن بعد نرمو عليه التراز. دوك نديروها وتشوفوا ياك هكا نقولوا ايه هكا يديروا يا اما عام الاول نديروا كيما نقولوا احنا قصعه تكون كيما راهي باش كل حاجة تسيح لداخل، ولا يا إما تفرغي له في نفس الوقت وكل حاجة تخرج من الخارج هذيك القصعة ما ناكلوهاش نخليوها هكذا. يقول لك لصحاب الدار وكذلك كي يكون عامه الأول نحفو له من شعره ونديروا هذه الطريقة. في بعض المناطق يقولوا التراز وفي بعض المناطق يقولوا لها القشقشة، هي يكون فيها 13 نوع مكسرات حلويات. باش علاش يديروا هذاك الطفل الصغير؟ باش يكون هذاك الولد صغير طاهر، يكون عام جديد مربوح، يكون الخير ويجيب لنا كل ما هو خيرات للدار. وانا حبيت ناكد على اللباس هذا القبائلي اللي لابسه، لابس برنوس لابس بدعية سروال عرب وداير حزام الطربنطي وداير شاشية كرابوش. واش عجبني في الشاشية انها بالقماش تاع القبائل يا اخي ايمان، عجبتني هذه شاشية كرابوش خاطر قصيرة كي تكون طربوش كرابوش، وكي تكون قصيرة عليها نص راس يعني باش نعرفوا. الله يبارك ما شاء الله، يعطيكم الصحة، ما أجملها من تقاليد. شكرا لكم، نورتونا هذا العدد الخاص. شكرا.